حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت لجنة النزاهة النيابية إن العراق مقبل على كارثة في حال تسديد الأموال المسروقة من أمانات الضريبة للشركات الأصلية. وأضافت اللجنة أن ما يشغل الرأي العام هو حجم الأموال التي بحوزة المعتقلين المتورطين في سرقة أمانات الضريبة وما الإجراءات الخاصة باسترداد تلك الأموال، مشيرة إلى أن الشركات التي سرقت أموال الضرائب ليست ممن أودعوا الأمانات، ما يعني أن الحكومة ستدفع الأموال مرتين بعد أن تطالب بها الشركات صاحبة الحق في تلك الأموال، وتقدر بتريليونين دينار و700 مليون دينار عراقي. كشف النائب باسم خشان سرقات في مبالغ أمانات الجمارك تتجاوز الرقم المكتشف في سرقة أمانات الضرائب من مصرف الرافدين. وقال النائب خشان إن أمانات الجمارك وردت في كتابين أو ثلاثة لرئيس الحكومة السابق، وأشار لوجود شبهات فساد في هذا الملف. وضع البنك المركزي مصرف الشمال للتمويل والاستثمار تحت الوصاية بعد بلوغه نقطة الإفلاس. وقال البنك المركزي إنه قرر وضع المصرف تحت الوصاية التي ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بهدر أموال مصرف الشمال وسوء استخدامها. كما أرسل سوق العراق للأوراق المالية كتاباً إلى مصرف الشمال يعلن عن بدء إيقاف تداول أسهمه ابتداء من اليوم بناء على كتاب البنك المركزي بوضع المصرف تحت الوصاية. أعلنت جمعية مربي الدواجن في السليمانية تكبد هذا القطاع خسائر تقدر ب 160 مليار دينار في 4 أشهر نتيجة فتح الاستيراد في وقت ينتج كردستان العراق أكثر من حاجته ب 170%. وقالت الجمعية إن هناك فرقا في سعر الأعلاف بين أربيل والسليمانية يتراوح بين 50 و100 دولار للطن الواحد، مطالبة بوقف استيراد الدجاج المجمد للمنطقة وخاصة للسليمانية وإنشاء سوق للمنتج المحلي وتزويدها بالوقود. وأشارت الجمعية إلى أن قرابة 90% من مربي الدواجن في كردستان العراق قد أفلسوا، وأن استمرار الحكومة باستيراد الدجاج المجمد يعني إغلاق حقول الدواجن في السليمانية. بلغت العائدات المالية لتصدير النفط الخام خلال 9 أشهر من العام الحالي أكثر من 90 مليار دولار أمريكي، وبحسب إحصائية صادرة عن شركة تسويق النفط في العراق فإن إيرادات النفط العراقي المصدر خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 90,388,786,000 دولار بمعدل شهري بلغ أكثر من 10,343,000,000 دولار. والآن مشاهدينا الكرام نترككم مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.